أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. For our daily Quran recitation, group recitation of Holy Quran, inshallah we will be starting with the seventh juz of the Holy Quran, as it is the seventh day of the month of Holy Ramadan. Hadaba, you want to go first, or are you okay? Yes. Yes, I'll go. Okay. I'll request Brother Ghulam Hadar to start us off. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك جزاء المحسنين. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولا يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وحسنوا، والله يحب المحسنين. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره، عفى الله عما سلف، ومن عاد فينتقم الله منه، والله عزيز ذو انتقام.
أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجمك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدلكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق الله العظيم أحسنت Rayan, can you start? بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب إن قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني
وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون
ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله يتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم هم لا يؤمنون أحسنت ما شاء الله ما أظلم شباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن افترى على الله كاذبا وكذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آيات لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خاسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون ف
فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجهدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إرادهم فإن استطعت أن تبتغي نفقة في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآيات ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون ثم إليه يرجعون وقالوا لولا نزل عليه آيات من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آيات ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من دابات في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم وفرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون ولولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فارغوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقوت يا دابر القوم الذين ظلموا ولهم الحمد لله رب العالمين قل أرأيتم من أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدقون قل أرأيتكم من أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون صدق الله ما شاء الله مهدي بھائی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا دوبارہ شروع کریں وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين
وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قل إني نهيت أن أعبد الذين يدعون من دون الله الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا الله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم فالله أعلم بالظالمين وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جررتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيئا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا يقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا فذكر به أن تبصر نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا تؤخذ منها أولئك الذين أبصروا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون صدق الله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا
ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهبطه الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين ونقيم الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق يوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وعاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هداني قال أتحاجوني في الله وقد هداني لا أخاف ما تشركون به إلا إن شاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما فلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا أي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبله ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى والياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسعى ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة من يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين صدق الله العلي العظيم ونحمد الله. Go ahead, Amin. إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم نذرهم في خوضهم يلعبون يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه
ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون لقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم عن أنهم فيكم شركاء لقد تخدع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون إن الله خالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل وسخن نو والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء
فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه حديرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها حقن وعنون دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه وانظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجنة وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما سلام شذاك الله جان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. We're running out of time, so I'll just quickly read the last ruku and inshallah I'll explain. بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا الله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. ولا تصبوا الذين يدعون من دون الله فيصبوا الله عدوا بغير علم. كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها. قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونظرهم في طغيانهم يعمهون. صدق الله العلي العظيم. Thank you very much for everyone with the beautiful recitation. May Allah subhanahu wa ta'ala accept this recitation from you and all of those who are also paying attention and listening along with us. Very quickly, I will just go over this seventh juz from the Holy Quran. There are two parts in it. First is the remainder of Surah Maida, chapter number 5, and the
beginning of Surah An'am, chapter number 6. In the first part of Surah Maida, which is the remainder of Surah Maida, there are four important things. Number one is the discussion about the Christians from Abyssinia, Habsha, that they are actually praised by Allah subhanahu wa ta'ala in these ayat. Why are these Christians being praised? The reason was because when they would hear the ayat of Quran, it would, you know, make them feel somber. They would feel, you know, alongside with these ayat as if, you know, this is the kalam of Allah subhanahu wa ta'ala. So they will feel the pain of it as well, as if it was their own kalam. So there's a praise for the Christians of Abyssinia. Second discussion is one of the established standards and the rituals that was done at that time. It was abolished, or it was actually, denounced. And then there's a point of tarbiyat, which was mentioned afterwards. Third are the laws of haram and halal. Fourth is the qiyamah and the discourse on Hazrat Isa alayhi salam. So as I mentioned, the Christians of Habsha or Abyssinia, they would, whenever the Quran would be recited in front of them, they will, you know, shed tears. You know, they'll start crying, shedding tears. So they'll, show respect to the kalam of Allah subhanahu wa ta'ala. So they were praised in these ayat. Second, this mayar, with this standard that majority rules, right? Aksariyat, and the majority is right or correct. Whatever the majority decides, you know, becomes the norm and the rule. No, Quran actually denounces it. It says not all the time the majority will be on the right path. Majority, actually in Quran, majority of the time, whenever the word akthar is used in a negative sense. Aktharuhum la yaqilun, aktharuhum la yu'minun, aktharuhumul kafirun, so mushrikun, and so on and so forth. So majority is not always correct. It is possible that they may be correct sometimes, but don't make that to be a standard for you. And therefore, Allah subhanahu wa ta'ala, when all of these anbiya, they are standing in front of Allah subhanahu wa ta'ala, all of the rusul, Allah subhanahu wa ta'ala, they will show utmost level of adab in front of Allah subhanahu wa ta'ala. How? You know, everybody will show adab in front of Allah subhanahu wa ta'ala, but how do these anbiya show? That when Allah subhanahu wa ta'ala would ask them something, they would all say, we don't know, you tell us. So that is the adab in front of the one who's the creator, because they have knowledge, but they have everything from Allah subhanahu wa ta'ala. So there's no istiqlal, independence, as far as their knowledge is concerned. So the day they will gather the apostles and they'll say, what was the response to you? They will all say, we have no knowledge. Indeed, you are the knower of all things and those that are unseen. So this ayat is not denouncing the fact that, you know, Anbiya and the Rusul do not have the knowledge of the unseen. No, they do have the knowledge of the unseen, whatever Allah subhanahu wa ta'ala has made available to them, but not absolute knowledge that belongs to Allah. Third discussion is about halal and haram. There are a few masail fiqhi that are mentioned in this surah. For example, don't make everything halal or haram for you. The ruhbaniyat, the ruhban, and the monks, they would, leave the world and tark dunya. You know, they would not have anything to do with the world. They will be in seclusion and they'll make a lot of things haram upon them. This denounce. Don't make things haram upon you, just like don't make things halal upon you. The qasam, the oath, which is taken in vain, has no value. So if someone takes a qasam and oath in vain, you know, and they don't have to, of course, that qasam has no value, first of all. And then there isn't any kafara for breaking that qasam, for example. You know, if someone makes a qasam without proper, mindset and intention. Although this qasam, which is called ghamus, if that qasam is made, then there will be kafara if a person goes ahead and breaks it. So what is ghamus? Ghamus is a person who intentionally lies and swears and takes an oath and makes a covenant on something which is there. So for example, you know, knowingly, intentionally making a qasam against something which is there. And that is called ghamus, because he has, you know, drowned himself into it, although the reality was there. So if this person does this, there will be kafara upon him, which is to feed the 10 miskeen twice, and also, you know, providing clothing for them, and as well as, you know, or, for example, freeing a slave. And if he could not do any one of these three things, then he had to fast 3 consecutive days
to make up for that, or 3 days rather, not consecutive, 3 days in order to make up for the kafara of that false qasam and the oath that he has taken. Number two is the discussion about the forbidden nature of alcohol, you know, gambling, and the arrows that they used to, you know, have, the divining arrows, the idols, and so on and so forth. So that ayat was revealed, Ya ayyuha alladhina amanu innamal khamru wal maisir wal azlam wal ansab wal ansabu wal azlamu rijsum min amali shaitan. All of these are what? They are filthy actions of shaitan. Fashtanibu la'allakum tuflihun. Refrain from these things. So this fashtanibu is bringing the wujub of refraining from all of these things. Also, it mentions what kind of hunting is allowed in the state of ihram. So while you're in the state of ihram, hunting is not allowed for you. But there is exception to that law. For example, if you were to hunt in the sea, it would be okay. But if you were to hunt in the land, it will entail kafara. Now, their detailed explanation of it is mentioned in the books of Manasik Hajj. But this is the ishara that is mentioned in this surah. Also, if you want to enter haram, those who enter into the haram, they are considered to be in aman, in peace. Immunity is given to those people. Number four, the discussion of qiyamah and discourse about Hazrat Isa alayhi wasalam, that Allah subhanahu wa ta'ala will question. There's a, you know, good debate, not debate, question and answer between Hazrat Isa alayhi wasalam and Allah subhanahu wa ta'ala. Oh, Isa, did you tell people to consider you to be Lord and Shariq with me and consider you to be a partner with me? And then Hazrat Isa responds by saying, oh Allah, why would I do that? And if I was to do that, you would have the knowledge of it, right? Nothing has remained hidden from you. If I had really done that, you would have really known. So it's a beautiful conversation of love and mercy and compassion between Khaliq and Makhluq. So Allah reminds him of his favors, that the favors that we have done upon you. Amongst those favors that we had done is to send a table full of food for you. Dastarkhan, right? The sofra of food that these ma'ida, as the word ma'ida, which is the name of the chapter, appeared, that Hazrat Isa alayhi wasalam, on the request of his people, made this dua that, oh Allah, you know, anzil alayna ma'idatan min as-samayaf takunu lana eden, right? That, yeah, send upon us this, you know, sofra full of food so that we would celebrate. It would be considered Eid for awwalina and those who are at the end. So this is, you know, Allah subhanahu wa ta'ala is reminding him of this favor that he had done to them. And also reminding him of the favor that how, you know, we made your mother to be, you know, amongst those who are the chosen women of the world and so on and so forth. So Hazrat Isa alayhi salatu wasalam, his tazkira and his discussion takes place towards the end of this chapter. Second part of this seventh juz of Quran is the beginning, and the beginning ayat of Surah An'am. There are four main discussions in that beginning part. Number one is about Tawheed, the oneness and the monotheism, and the importance of this monotheism. So there's the Hamd and the Thana and the Azamat and the Kibriyai of Allah subhanahu wa ta'ala is mentioned in the beginning of Surah An'am. Second is the discussion of Risalat, Risalat of different Rusul, especially Rasul Akram Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, that how we've created him like a human being, although he's got other attributes, but he's created like you so that you may find him to be what? Your perfect role model. But don't start comparing yourself to the Prophet, because he's to be obeyed, right? He's the one who's created way before anyone. His nafs and his soul is created before the creation of Adam and anything in this world, right? So yes, he's different, but he's like you as far as the khilqat insan is concerned. Why? So that you can take a role model in him and you can learn from it. So in ayat number 50 of Surah An'am, I'm jumping a little bit ahead, but I'll come back. There's a, you know, it mentioned that Anbiya do not have istiqlal as far as their ilmi ghaib is concerned. They don't have, you know, absolute ilmi ghaib. Secondly, they're not independent as far as their ilmi ghaib is concerned. Only Zat of Allah is independent, but Allah subhanahu wa ta'ala has given them ilmi ghaib with his leave
whatever amount that he wants. Therefore, it could be different from one Nabi to another Nabi, and that's how the superiority of our Prophet Khatam al-Anbiya, Hazrat Muhammad Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam, is mentioned. Our Prophet is also given solace, tasalli. His heart is consoled. How Allah subhanahu wa ta'ala mentions 18 Nabi and names them. That Ibrahim, Ishaq, Yaqub, Nuh, Dawood, Suleiman, Ayyub, Yusuf, Musa, Harun, Zakaria, Yahya, Isa, Ismail, Yas'a, Yunus, and Lut, alayhim salatu wasalam. 18 different Anbiya are mentioned. Why? So that we may give you solace and console your heart that the difficulty that you're going through, you know, these previous Anbiya also went through similar things. Hazrat Ibrahim alayhi salatu wasalam is mentioned along with his uncle, his paternal uncle, Azar. Although he's referred to as Abihe or Ab of Hazrat Ibrahim, because he was the one who had the custody of Hazrat Ibrahim or did the kifalat of Hazrat Ibrahim, right? He was the one who took care of Hazrat Ibrahim. But his father was Taruk, as mentioned in Kutub Hadith as well as in Old Testament. Number three, the discussion about Qiyamah. The Qiyamah is a time and a place when everybody will be gathered, as mentioned in ayah number 12. And if someone is saved from the Azab of the Day of Judgment, then it is indeed a big favor and mihrbani and the mercy from Allah subhanahu wa ta'ala. But the mushrikeen, they will be making this claim, or they'll be asking and requesting on the Day of Judgment from Allah subhanahu wa ta'ala, or those who are Jahannami, they will be, you know, making this claim, or they'll be asking Allah subhanahu wa ta'ala that send us back. Were you to see when they are brought to halt by a fire, when they'll see the fire, this is what they'll say, and I'm quoting the ayat, whereupon they will say, if only we were sent back into the world, then we will not deny the signs of our Lord, and we will be among the faithful. So now it's too late for them to make such a claim that if we were to send back now, we would be amongst the believers. The world is considered to be lahav wa la'ib. You know, it's just a you know, play and diversion. And akhirat is definitely better for you if you were to work for it. Allah subhanahu wa ta'ala cannot be seen with the naked eye. You know, la tudrikul absar. The clear cut ayat of Quran is mentioned here. And then towards the end, there are some tarbiyati and akhlaqi points. First is the reality of tawbah, the discussion about that. Number two, reforming the past mistakes and making up for them. Three, gathering in which the signs of Allah are ridiculed and Allah is mocked. Refrain from attending such places. There's so much that could be said about these, every single one of these things, but obviously we're only highlighting them and we're not going into the details of it. So ayah number 69 gives permission to certain individuals. You know, it says, when you see the sign, those who gossip impiously about our signs, avoid them until they engage in some other discourse. But if shaitan makes you forget, then after remembering, do not sit with the wrongdoing lot. So don't sit with them again. In 69 says, those who are God-weary are in no way accountable for them. But this is merely for admonition's sake, so that they may be aware. This was just a gist of 7th juz. Of course, it requires in-depth analysis and details of it, which we will refrain because of the brevity of time. Inshallah, join us at 9 o'clock with the recitation of Dua Iftitah, followed by the speech. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.